السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حيهم، هلا وسهلا من الصباح. يوم كرف صحي. ودي اليوم أتكلم عن موضوع أرى أنه من أهم المواضيع اللي ممكن تمر عليك في حياتك، اللي هو الصحة. معليش، أنت تقول الصحة الحين تطلع من السنابة، لا والله، لو تهتم بصحتك ما تحتاج بعدين مستشفيات وقلب وضغط وسكر وكوليسترول. أنا أتمنى من وزارة الصحة أن تركز على الصحة، الأسلوب الصحية، الأكل الصحي. إذا تبغى تأكل أي شيء لابد تتحرك، لابد تشتغل، لابد تتعب، لابد تحرق السعرات، لابد تكون عضلات، لابد تطلع في الشمس، لابد تتنفس تنفس عميق لن تملأ الرئة تماما، لابد أكلك يكون ثلث منه أو ثلثين خضار، لابد أنت إنسان نباتي لست إنسان حيواني، لابد أنك تبعد عن الدهنيات قدر ما استطيع إذا ما تتحرك. يعني مجموعة من الثقافة تعطى للناس. الحين عمري في الخمسينات، يا أخي تمنيت أني في الثلاثينات تعطيني ثقافة. ما أبغى علاج، ما أبغى حبوب مسيلة، ما أبغى جل. إذا أنت في الأربعين مثلا أو في اهتميت بصحتك ممكن توصل للثمانين تسعين بدون أي أمراض. ليه؟ لأنك تعمل بهيلثي، بصحة، تأكل أكل معين، تروح تتمشى، تروح تمشي، تمشي 10,000 20,000 خطوة. اليوم الفلاني ما بأكل فيه كذا، اليوم الفلاني بأكل فيه كذا، بأخذ صيام متقطع. يعني درهم ووقاية خير من قنطار علاج، يعني كانوا يقولونها قبل 1000 سنة العبارة هذه، ودنا تطبق الآن. يعني الشباب يأكلون همبرجر ويأكلون بروست ويأكلون بيتزا ويأكلون جبنة سائلة ويأكلون أشياء عالية جدا، ولذلك تلاقي في الثلاثين في العشرين كل جسمه مليان كوليسترول. يعني تلاقي شرايينه ما يصل 40 لهي منتهية، ما في علاج غير أنه يغير، لابد أنه يصير يجي جلطة، ولابد يركب دعامات، ولابد يركب قسطرة. لو مشينا صحيا ما نحتاج مستشفيات القلب نهائيا. صح البشرة سوداء، ما هي مشكلة، دليل على الصحة. صح أسنانك ما هي تلمع زي البانوراما، ما أدري شو يسمون هذيك حقة الود والابتسامات، إحنا قابلين طبيعة مسواكي وش. العالم كله الآن يهتم بالصحة، يهتم بأكله، يهتم بمشيه، يهتم ملابسه، يهتم بتنفسه، يهتم بصحته النفسية. إذا تعبت صحتك النفسية 100%، هرمونات السعادة والدوبامين والإندروفين كلها تشتغل 100%. يعني يا جماعة يجب أن نرجع طبيعيين ونشتغل. اللي في المدن مساكين هم اللي يعانون إنه ما عنده لا يستطيع يزرع ولا يستطيع يقلع ولا عنده غنم ولا عنده بقر ولا عنده أكل صحي. لابد أن يبحث له شيء لصحتك، هي تاج على رأسك، إذا فقدتها فقدت شيء كثير جدا من حياتك. إيش تبغى بالمليارات وانت عندك سرطان، ولا عندك من اكلك سكر وضغط وكوليسترول، ولا ما تقدر تمشي، ولا باتري الرجل ما تبغاه. لذلك اهم منها كلها راح تصرف كل مالك على انك ترجع لصحتك. لذلك الان عندك فرصه جيده انك تواصل وتهتم بصحتك. اللي وصلوا قربوا السكر يستطيع انه يمارس الرياضه والسكر يروح والضغط يروح والكوليسترول يروح، بس مارسوا الرياضه او مارسوا العمل او اجبروا انفسكم بالمزارع، ترى ما منها فايده الا بس ان نحرق سعرات حراريه والحسن نتحرك وناخذ منهم